قبل طولي بأن أجرح الإنسان كان المسلم فدي أبني بس اسم كده تمام جامعة الموصل اليوم تحتضن كفاءات وتحتضن مواهب لصغار ينبئ مستقبلهم وتنبئ أعمالهم التي عرضوها اليوم في قاعة الجاليري في المركز الطلابي بمستقبل باهر للبعض منهم. قد يكون بعض هؤلاء الصغار نجوما مستقبلية في مجال الفن. اليوم جامعة الموصل تحتضن ليس فقط طلبتها ولكن تحتضن كل أهالي هذه المدينة وكل العراقيون. جامعة الموصل اليوم للجميع. الجامعة اليوم أقامت هذا النشاط بعد أن عمل القسم النشاطات الطلابية جاهدا وعلى مدى أشهر لتدريب هؤلاء الأطفال الموهوبين لكي يقدموا هذه الأعمال الجميلة. أقام قسم النشاطات الطلابية شعبة النشاطات الفنية معرض بالحفر على الزجاج. هذا المعرض كانت له دورة لمدة عدة أسابيع. نتاج هذه الدورة هذه الأعمال الجميلة اللطيفة. ودائما قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل يدعم أو يساهم في جميع النشاطات في الكليات، النشاطات الفنية والرياضية والثقافية والترفيهية. ونشكر أيضا قناة الموصلية الداعمة المغطية لجميع الأنشطة في الجامعة. اليوم معرض الفنون التطبيقية لطلبة الأطفال منتسبي جامعة الموصل، هم من أطفال الابتدائية والمتوسطة. من خلال العطلة الصيفية تمكنا من يعني القيام بمتابعة وتعليم هؤلاء الأطفال كيفية الرسم على الزجاج وكيفية الحفر أيضا على الزجاج بجهاز الحفر، وخرجوا بهذه النتائج المبدعة. هم أطفال صغار أعمارهم يعني ما بين 8 و9 و10، نعم، ولكن قد استطاعوا أن يبرزوا ويبدعوا في هذه الأعمال التي توحي بالجمال والإبداع. قام الكادر في تدريبنا على دورة الرسم والحفر على الزجاج، وهذه رسوماتنا، وتعلمنا كتابة الاسم في اللغة السومرية مثل بوابة أشتار. استفادينا وقمنا بالتعليم من أشياء لم نكن نعرفها من قبل. شاركت بمعرض في الجامعة وهذه لوحاتي، وأنا بصف السادس وعمري 12. أي إيش علموك؟ علمون الحفر وبعض لوحات بالرسم هنوكة. الحفر على الزجاج؟ أي الحفر على الزجاج والرسم هنوكة. شاركت دورة مال نحت على الزجاج ورسم، وهاليوم يعني اليوم صار المعرض، واليوم عن يعني لوحات نصاغوا بالمعرض.